فريق باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم 2021-2022 ليصل إلى لقبه العاشر، ليعادل سان تيتيان كأكثر الفرق تتويجاً باللقب ومتخطياً غريمه أولمبيك مارسيليا صاحب 9 ألقاب. الدوري الفرنسي هو اللقب الوحيد الذي خرج به باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد خروجه من دور 16 بكأس فرنسا في وقت مبكر من هذا الموسم، وإخفاقه الأوروبي بالخروج من الدور نفسه في دوري أبطال أوروبا. فهل يرضي هذا طموح وغرور جماهير النادي الباريسي؟ في عام 2011 بعد 41 عاماً تقريباً من تأسيس باريس سان جيرمان، أصبحت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادية القطري، صاحبة أكبر نسبة في النادي، ثم استحوذت عليه بشكل تام في العام التالي. وبحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت، أنفق باريس سان جيرمان منذ صيف 2011 إلى الآن 271 مليون يورو على التعاقدات، ما يعادل مليار و37 مليون دولار أمريكي، بخلاف أوجه الإنفاق الأخرى مثل المدربين وخلافه ضمن مشاريع متعددة لها هدف واحد هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. نجوم كبار. باريس دفع 222 مليون يورو في 2017 لضم نيمار من برشلونة ليجعله أغلى لاعب حتى الآن، وفي العام نفسه ضم كيليان مبابي في صفقة بلغت قيمتها 145 مليون يورو. وقبل نيمار ومبابي ضم سان جيرمان العديد من النجوم باهظي الثمن، وعلى رأسهم إيدينسون كافاني 64 مليونا و500 ألف يورو في 2013، وأنخيل دي ماريا 63 مليون يورو في 2015، وتياغو سيلفا 42 مليون يورو في 2012. ومنذ 2011 مر على النادي الباريسي العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم، وعلى رأسهم زلاتان إبراهيموفيتش وجان لويجي بوفون وخافير باستوري وإيزيكيل لافيتزي. وفي صيف العام الماضي فجر باريس عدة مفاجآت بضم ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق في صفقتين مجانيتين بعد انتهاء عقديهما مع قطبي الكرة الإسبانية، بجانب دفع 66 مليون و500 ألف يورو مقابل التعاقد مع أشرف حكيمي. الإنفاق الهائل لباريس سان جيرمان لم يحقق له أي نجاحات أبعد من حدود فرنسا، والمحصلة النهائية على المستوى الأوروبي صفر. هل ينسحب الخليفي من باريس سان جيرمان؟ في أبريل الحالي قال برنامج تشيرينكتو التلفزيوني الإسباني إن الإدارة القطرية لنادي باريس سان جيرمان قررت بيع النادي عقب نهاية كأس العالم 2022. وأوضح تقرير البرنامج أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان سيرحل أيضاً عن النادي ولن يستمر فيه حال بيعه.